السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك سيد؟ يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا. أنا على فكرة ما بتتخيل فرحتي قديش، ما بتنوصف، لأني أنا قدرت إني أنا أحصلك وإني أتشرف بسمع صوتك. الله يحفظكم، الله يعزكم. جنابكم شيعة ولا سنة؟ هلا أنا كنت سنة، تزوجت أنا شاب عراقي من 6 سنوات، هو شيعي، طيب وما يعني هو حرام، ما حاول أبدا إنه يعني يحاول انه مثلا يعني يقول لي انه صيري شيعة كذا، لا خلص تركني على راحتي يعني. وانا مو من يعني مو من اهل السنة اللي يعني انا دور الروايات، بصراحة يعني انصدمت، انا ما بعرف عنه شيء. اي ما عندي ابدا ولا اي معلومة سيد، ابدا ولا معلومة، لا ارضع كبير ولا انه كان يجي ناس لعندها ولا اي شيء ابدا نهائيا يعني. وكانوا يحكوا لنا يعني تخيل يعني شغلات يكرهونا بالشيعة، يعني والله شو انتم بالصلاة اخر شيء بيقولوا انه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، شو بيقولوا انه هن خان الأمين، بيقولوا تاه الوحي، أي خان الأمين. شو تاه الوحي، أنتم من وين، انتم بتقولوا من تاه وين الوحي تاه جنابكم؟ الوحي تاه الوحي، هيك والله. جيت سألت جوزي أنا أول ما تجوزت وهيك، قلت له إنه أنتوا صحيح هيك يعني في عندكم هيك شيء؟ اللي شو هالحكي هذا، ما عندنا هيك شيء. أول صدمة، أول ثاني صدمة. شغلة والله الوحي بداية أبدا مو جيد، هاي بالهذا، مو عندك سيدنا الوحي. ملاحظة حلوة، يعني أول صدمة هو الكذب على الشيعة. هي أنا ما بقدر أتحمل يعني إنه سبحان أنتوا يعني سيد، أنا عمري 38 سنة، أنتوا شو يعني؟ والدي هلا عمره 75، أمي عمرها 65، شلون هدول بدي أقعد أشرح لهم؟ هن كمان ما بيعرفوا مثلي، بس ما رح أقدر إني أنا أخليهم يصيروا مثلي، لأنه مستحيل مستحيل هن يصيروا هيك، ما بعرف شو بدي أعمل. انتم من وين هاي نقطة جنابكم؟ كثير بتحز بنفسي سيد. جنابكم من وين؟ أنا من سوريا، يا هلا اهلا، مقيمين نحن ببلجيكا. يا اهلا وسهلا. يعني انتم عندكم اعلان تشيع ولا فقط ملاحظات؟ لا لا إعلان تشيع، ها شلون؟ ما شاء الله، ما شاء الله، يا اهلا خليني أكمل وسهلا. لك شو صار بعدين. زين تفضل. أنا حابة أحكي الحمد لك لله. يعني شو صار معي، عرفت؟ أنا اي هلا عمري 38 سنة، قلت له لزوجي إنه أنتم صحيح بيقولوا إنه سيدنا إنه الوحي والله خربط، بدل ما ينزل على سيدنا محمد قال لازم كان ينزل على سيدنا علي. شو؟ قال لي لا، شو الحكي؟ أنا جايبتي هذا الحكي؟ إحنا ما عندنا هيك. مرة اللي بعدها قال لي شوفي رح أورجيكي شلون إحنا عندنا الشيعة، أنتم عندكم السنة إذا واحد قال بدي يتجوز وحدة شيعية الدنيا بتقوم تنحرق على راسه، ما بصير ما بصير تتجوز وحدة شيعية، شو هالحكي هذا؟ أما نحن ما عندنا هالشيء، نحن دين السلام. شوفي هلا تصلي بالشيخ معمم، هو زوجي من أحفاد الرسول سيد، من عشيرة الحسين. طيب طيب اتصل بعمه هو معمم، حكى معه بس ما يعني ما قال له اني انا موجوده جنبه، وهو ما بيعرف انه هو متزوجني اصلا، نحن ما كنا كثير حاكين بالموضوع يعني. قال له سيد انت اذا رفيقي، عندي صاحبي هو شيعي وحابب يتزوج وحده سنيه، انت ايش رايك؟ قال له شكو بيها يا عمي، هي من الزينات، شكو بيها اذا كانت هي انه عندها اخلاق طبعا، يعني مو اي وحده يعني، شلون ما كان ليش شبه السنة أصلا، بالعكس على راسنا هن. طيب نحن هذا الحكي ما بنسمعه، نحن عنا ما بيسمعوا، كانوا شلون والله تعال أقول والله بدي أتجوز واحد شيعي، أنا واحد الناس أهلي حاربوني 6 شهور لما أنا عرفوا إنه زوجي شيعي، ومع هيك تزوجته وما فرقت معي يعني 6 شهور أنا ما بعرف إنه رسالة ولا اتصال ولا أي شيء. الحمد لله. وبعدين شوي شوي شافوا اخلاقه، شو والله سمعانين انتوا عن الشيعة، نحن ما شو بتعرفوا اصلا انتوا عن الشيعة، ما بتعرفوا شيء، مثل ما انتوا ما بتعرفوا شيء اصلا عن السنة. انا واحد الناس عائلتي سيد، نحن ما بنعرف ولا 1% من هدول الروايات اللي انت عم تحكيهم. اي وانا صار لي هلا يعني انا صاير عندي ادمان يعني، انا بدي احكي لك كل شيء بقلبي بصراحة بسرعة، وبعرف انه في ناس كمان يعني انه حابين انه يعني يكون لهم وقت ويتشرفوا بحضرتك انه الله يسمعوا صوتك. يحفظكم، تمام الله يعزكم، والله صاير عندي إدمان، عم نام على صوتك، عم شغل فيديوهات حتى اليوتيوب جنب الله راسي يحفظكم، وعم بنام الله يعزكم. الصبح أول ما في كل نهاري بالسيارة، وين ما كان حاطة
هدول الفيديوهات والمقاطع على القناة تبعك وأنا جاي عم أتفرج عليهم كلهم. الحمد لله والله الحمد لله. أن الشرف. قلت له زوجي شو هذا؟ ما شو هذا يعني؟ هذا شو هذا الحكي؟ شو هذا الرسول وشو هذا الحكي هذا تبعهم؟ شو إحنا رسولنا هذا هيك صرتوا هيك عم تحكوا عليه؟ الله حسبي الله عليهم. بس شلون هيك مخبين الحقائق علينا ومخبين عنا هي الروايات كل شيء كل شيء مخبينه. وإذا واحد يجي يناقش شو بدك بالحكي؟ خلاص سكر الموضوع انسى. عم تحكي على عائشة؟ ما بصير تحكي عليها خلاص. أي بنت النبي أول مرة بعرف سيد إنه هو مطلقها كان وما كانت هي زوجته. والله العظيم ما بعرف أي شيء من هدول المعلومات. حسبي الله عليهم. بس قلت له لزوجي طيب هدول 38 سنة هدول شو اللي راحوا من عمري هدول؟ طيب أنا شو بدي أعمل هلا؟ قال لي لا أنت ما كنت بتعرفي يعني ما شو بدنا نعمل يعني. الله الله. بس بالنسبة لأهلي السيد إذا أنا والدي عمره 75 سنة وأمي يعني بس في الستينات أنا شو بدي أعمل حتى أنا أهديهم كمان يصيروا هيك؟ اي هذه مشكلة. الأعمارهم كبيرة يعني هم مشكلة بصراحة مرات ما سيد بسهولة. وأهلي من النوع يعني متعصبين من ناحية الدين أي. يعني إنه هذا الدين وهذا أنت عم تحكي على محمد اي نعم أنت عم تحكي على مرت النبي ما بصير عرفت يعني ما بيخلوا لك مجال تشرح لهم نعم. ما في خلص نقطة انتهى ما بيخلوك أبدا. وأنا متأكدة 100% إنه هنا ما بيعرفوا شيء مثلي لأنه يعني هن ربوني يعني ما سمعت أنا بهيك شيء. الله يساعدكم. والله يا سيد أهل زوجي يعني شو بدي أقول لك أخلاق ما في أحسن من هيك بشر يعني شرواك بالخير. الحمد لله الله يحفظكم. بحياته ما قالوا خالته لزوجي بالسويد تروح تجي تقولي هي شكو بيها خالص نحن السنة بنحبهم على راسنا. الحمد لله. وين السنة على راسنا وين؟ نحن سمعانين هي كلمة الشيعة على راسنا. الله. يهود الشيعة المجوس الشيعة اليهود وشو بيسوا راسكم أصلا هن بيسوا راسكم هن الصح وأنتوا الغلط. وهذا أسلوبهم أسلوب تحريضي فما ينطون مجال حتى للتعامل مع الشيعة يعني. اليوم سمعت المقطع سيد تبع أنه العريفي عم ينكر أنه هو اتصل بحضرتك 3-4 مرات يوم كنت عم بسمعه. طيب وشنو شنو اكتشفته؟ أنه أنا ما سمعت المحاضرات بصراحة أنه أنت وقت عم تعمل مناظرات حضرتك معه أنا ما شفتهم لسه ما يعني ما اطلعت عليهم. بس انه عم ينكر عم يقول انه هذا مو صوتي بعدين والله طلع مجمع فيديوهات وعمل مونتاج شو طلع. والله خطرت ببالي نفس الكلمه اللي حكيتها انه انا قدام الناس كلها انه انا بطلب منه يعمل مناظره. والله بقلبي كنت عم اقولها انه هلا يعني اذا كان هلا انت تقدر انه مثلا تحطه بخانه اليك انه تقول له تعال طلع صوت وصوره وعمل مناظره ورجينا نشوف. اي طلبنا هذا الطلب وعنا له ما يقدر لأن هو في الصوت في اتصالاته فشل فبعد ما يفشل مرة أبشع من المرات اللي فاتت ما يقدر ولا رح يقدر يتصل. سيد الله وكلك الله يحميك بس يا ربي من كل شر الله يعزكم ويبعد عنك أولاد الحرام لأنه أنت يعني الشيء اللي جاي تسويه والمعلومات اللي جاي تقدمها والله أنا بأشعر بدني أحيانا بس من هالكلام والحديث هي. والله يا سيد الحمد لله شكرا لله والله ما بتتخيل فرحتي بس أني قدرت حصلك وأسمع صوتك. والله إن الشرف إن الشرف الله يبارك بكم إن الشرف والله أنا لي الشرف وأنت على راسي يا سيد الله يحفظكم يسلم راسكم الله يعزكم إن شاء الله الله يبارك بيكم وبزوجكم. وأنا بدي أعلن تشيعي وبدي إياك أنت تلقني بذات نفسك يعني بحضرة جنابك إنه أنت تلقني إن الشرف إن الشرف الشهادة. إن شاء الله إن الشرف. قولوا معي إن شاء الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا أحدا صمدا. إلها واحدا أحدا صمدا. منزه عن العبث والفساد. منزه عن العبث والفساد. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. سيد المرسلين. سيد المرسلين. وخاتم النبيين. وخاتم النبيين. وأفضل العالمين.
وأفضل العالمين. معصوم من قبل رب العالمين معصوم من قبل رب عن العالمين كل رجس وشين، من كل رجس وشيء. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وخير خلق الله بعد محمد، وخير خلق الله بعد محمد عليه السلام. يا ربيك الله يجمعنا فيه يا رب. وأحق خلق الله حق خلق الله بمقام محمد بعده. بمقام محمد بعده. أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، وأبناؤها المعصومون حجج الله، أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وهند وأم الحكم، وهند وأم الحكم لعنة الله عليهم. الحمد لله، لعنة الله عليهم، الحمد لله، لعنة الله عليهم. هنيئا لكم، رفع الله مقامكم الله مع محمد يا رب. هيك يجمعنا فيك وأهل خير الطيبين وشمرك كمان، هيك الطاهرين. نشوفك الله وتجي تشرفنا يحفظكم، وعلى راسنا الله والله. يعزكم، الله يعزكم إن شاء الله، الله جينا على يبارك بلجيكا فيكم. أمانة. إن الشرف، الله يعزكم، شكرا لكم، الله شكرا يخليك، الله لكم، الله يخليك، يبارك شكرا فيكم. كثير سيد. إن اللهم الشرف، الله السلام يعزكم، عليكم. الله يبارك بكم إن شاء الله وزوجكم الصالح، عليكم بارك السلام الله بكم ورحمة في الله رعاية وبركاته. الله، الله في معك. أمان الله. يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا.